ناشد أعيان وسكان دوار الحراثة السلطات المحلية وعلى رأسهم مديرية الشؤون الدينية بالتدخل العاجل الفصل في قضية انتهاك أرض زاوية سيدي حراثة، خاصة وأن سكان العرش على موعد تنظيم الوعدة السنوية لزاوية سيدي حراثة الإدريسي. التقرير لمساوي عبد القادر وبراشد أمين. عبر أعيان عرش الحراثة عن استيائهم إزاء ما أسموه بانتهاك أرض زاوية سيدي حراثة، الأمر الذي أصبح يشكل عائقا لتنظيم الوعدة السنوية بسبب الحفر المنتشرة وعدم الفصل في القضية إلى حد الساعة. هذه وعدة سيدي حرات انا راهي في عمري 60 سنة، ملي كنت صغيرة هي أكثر من 80 سنة ولا قرن وهي تندار. والوعدة هذه يجتمعوا فيها كاع الحرارة، عرش الحرارة بما فيهم الدواوير تاعهم باش ندير هذه الوحدة. أخويا حنا اللي راهي ضارتنا الموضع اللي نصلوا على الجنازة فيه ونديروا قواطن فيه وجنازية فيهم والملعب متحيط نعقلوها في عمري 83 عام. الملعب ذا هو المشكل، الحبوس تاعنا راهم دايرين فيه الحفر الملعب، وحنا هذا الملعب احنا ما نوخروش لا الحبوس ولا الملعب تاعنا. وعدة سيدي حراث كانت لسنوات طويلة قبلة لمحبي الخيل والفانتازيا ومحطة لإحياء التراث وتقاليد الأسلاف. ماذا سيدي حراث؟ الحمد لله احنا في الربيع عام السياحة، مكة تاع السياحة في الربيع الغاشي ما يخصكش بلا طعم عليك. احنا هذه المنطقة ولا الزمورة قاعد يجوا عندنا هنايا. الوثائق الخاصة بالحبوس، العقد العرفي اللي هو ها هو هنا أمامكم المؤرخ سنة 1847 اللي اجتمعت جماعة هنا في سيدي حرات وحدوا المساحة الخاصة بالمقبرة والمساحة الخاصة بالضريح. بلون نتاع فرنسا اللي هو سنة 1869 اللي يقول سيميتيري قبة سيدي حرات كان زيكتار 80 ها وينا مشي احنا بدعناه. يا خويا هذا العرش قاعد واقف على الارض هذه، انا واحد من الناس عندي 60 عام قريب 60 عام نعرف بلي هذه ملعب وهذه الطرومات هنا وقاع الكواتن عمرهم ما انحطت. هذه كاع كيما راهي والمقبره كاع كيما راهي، هذه حبوش انا نعقلها بلي حبوش. مطالبين هذه البلاصه تتوطى وترجع الوحده كيما كانت، ونطلبوا برئيس الجمهوريه الولي الولايات توقف معنا في القضيه هذه، ونطلبوا له الشفاء ان شاء الله. ويبقى سكان عرش الحراثة يناشدون السلطات المحلية وعلى رأسهم مديرية الشؤون الدينية لحل القضية ومنع أي انتهاكات أخرى في حق أرض الزاوية.